السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل حبة كسكسي تحفة يا بنات. هنقوله كده، اول حاجة هنجيب حلة كده كبيرة يا حبايبي، وطبعا تكون مقاس مصفى عندنا كده عشان نحطها عليها ما تطلعش البخار منها لما اغلي المية. هنحط لمونية كده يا حبايبي عشان ما نزرقش الحلة، وهنحط معلقة في المية علشان لو المية نشفت مننا نعرف ان المية نشفت. طول ما هي بتغلي والمية ما نشفتش هتلاقي الحل المعلقة بتعمل صوت جوه الحلة وهي بتغلي، اول ما تنشف هتلاقي الصوت ده راح خالص. هنصلي على رسول الله كده ونقول المكونات بتاعتها. كيلو من الدقيق يا حبايب قلبي كده، هنحط عليها معلقه البيكنج باودر على معلقه الملح يا حبايبي، وهنقلب كله مع بعضه. وبعدها كده هنجيب مج من الميه كده وهنرشرش كده الميه فيه، ونقلب الدقيق كويس، كل شويه نحط ميه ونرشرش ونقلب الدقيق لغايه ما تحسي ان الدقيق بقى مندي كده وبقى كله حبيبات يا حبايب قلبي كده. كل من ايوه كده، ايوه شايفينه، بص بسم الله ما شاء الله عليه كده، تحس كله كده كله حبه حبه كده حبيبات كده يا حبايب قلبي. هنحطه كده في بوله صغيره، وهنجيب كبه يا حبايب قلبي كده وتحطي على قدها كده، وهنضربها ضربتين ثلاثه. لو حسيتوا ان الحاجه لسه دقيق كده هنرشرش ميه جوه الكبه، وبرضك هتطلع حبيبات وهتطلع جميله. ده لو انت حسيتي ان هي دقيق مش حبيبات محلوله، تحطي حبه ميه جوه الكبه وتعملي تكتين ثلاثه هيطلع لك حبيبات وجميله خالص. وما تخافيش من اي حاجه، كل حاجه سهله وبسيطه كده. خلاص يا حبايب حسينا حبيبات كده وجميله، هنجيب بقى المصفه بتاعتنا الجميله كده، وهنجيب قماشه برضو نضيفه كده وزي الفل، وهنحطها وهنفض كده الكسكسي او المبروم حسب البلد اللي بيقولوا عليها. في ناس بتقول عليها مبروم، في ناس بتقول عليها كسكسي. وانت بتفردي جوه المصفه يا ريت تطلعي على الحوافي كده علشان البخار، اهم حاجه يا بنات البخار اللي بيطلع من الميه. ولما تحطي ميه في الحله ما تمليش طبعا الحله ولا تملي نصها، ربع الحله ميه، اوعي تزودي عن ربع الحله علشان الميه وما تغليش كتير ويبقى بخار كتير والحاجه تعجن منك. ربعها عشان تبقى برضك في مسافه بين الكسكسي والميه والبخار، بس هو اللي يسويها. تولعي عليها بقى تقولي مثلا نص ساعه، اكتر من نص ساعه، لغايه ما تحسي ان لون المبروم او لون الكسكسي اتغير كده، وتحسي ان هو لو خبطت عليه كده حبيت تلاقيه بيرن كده مش مكتوم ولا ملكوم. وده عليه بيكنج باودر عمره ما هيبقى ملكوم ولا مكتوم، هيبقى مفرفر كده وجميل كده وهايش وجميل خالص. طبعا في ناس بترده بشوربه وفي ناس بترده بلبن، انا رديته بشوربه صراحه عشان هاكله باللحمه والفراخ وكده. لو انت عاوزه تاكليه بالسكر والجوز الهند والزبيب رديه بلبن، بدل ما تحطي شوربه حطي لبن. هنحطه كده عليه حبيبي حبه شوربه او حبه لبن زي ما انت حابه لغايه ما تحسي ان هو طري. ما تخافيش منه ان هو طري، رك ما تحطيه على النار والبخار يشتغل تاني، ده كله هينشف وهيزيد وهيبقى جميل. وتحطي برضك على الحوافي كده المصفى على اساس تساعد ان البخار يخش من النص ويسوي لك الحاجه. هنحطه كده يا حبايبي برضك قولي اكتر من نص ساعه لغايه ما تحسي برضك ان لونه صفر اكتر من صفاره، وهتلاقيه زاد خالص عن الاول. هنجيب بقى حته زبده كده على حبه سمنه بلدي كده، وسلام لو يكون في حته قشطه برضك، وتقلبي. طبعا ده كله سخن، المبروم سخن او الكسكسي سخن، هيسيح لك دلوقتي السمنه وهيسيح لك الزبده، وتاكلي وتتهني. ويا ريت يا جماعه بقى ما تنسوش في الشير واللايك والاشتراك، ويا رب كده تكونوا جربتوا الحاجه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يديمكم في حياتي يا رب، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم.